مرحبا بكم أحبائي، السلام عليكم. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في صحة جيدة. في هذا الدرس الجديد الذي سوف نتعلم فيه كتابة الرسائل في اللغة الألمانية، أحضرت لكم موضوعا ورسالة جديدة وضعت في أحد اختبارات اللغة الألمانية لمستوى الآ1 الآ1. سوف نحاول التعرف على هذا النموذج وعلى هذه الرسالة، وسوف نقوم كالعادة بحلها مع بعض. أعزائي، كل الرسائل وكل الفيديوهات، دروس أو اختبارات لجميع المستويات تجدونها على قناتي مارو فيلد شيو على اليوتيوب، أو تكتب تعلم الألمانية مع مارو وسوف تجدون كل الدروس. إذن أحبائي، لنبدأ على بركة الله. هذا هو نموذج لرسالة وضعت في أحد الاختبارات الخاصة بتعلم اللغة الألمانية لمستوى الآ1. لنقرأ هذه الرسالة. Ihre Freundin Irene will Sie im August besuchen. Schreiben Sie an Irene. قالوا في الرسالة: Ihre Freundin Irene. صديقتك إيرين. اسمها إيرين، اسم ألماني. will sie im August besuchen. تريد أن تزورك في شهر غشت، أغسطس، الشهر الثامن. أغسط، الشهر الثامن. besuchen فعل يزور. schreiben sie an إيرين، اكتب إلى إيرين. إذن صديقتك أو صديقتك تريد أن تزورك في الشهر الثامن، شهر أغسطس. والآن سوف تكتب لها ما يلي: Sie müssen im August für Ihre Firma nach Berlin fahren. Sie müssen im August für Ihre Firma nach Berlin fahren. يجب عليك أن تسافر في شهر أغسطس إلى برلين، لأن شركتك هي من سترسلك هنا. إذن Sie müssen، يجب عليك، im August، في شهر أغسطس، für لي Ihre Firma. Firma هي الشركة، يعني أنت ستسافر شغل شركة، شركتك سترسلك في شغل ما. nach برلين، إلى برلين. فارن، سوف تسافر بالسيارة أو بالقطار أو بالحافلة. إذن إيغين تريد أن تزورنا في الشهر الثامن، لكن في الشهر الثامن يعني شهر أغسطس لن نكون موجودين بالمدينة، لأن عن طريق الشركة سوف نذهب إلى مدينة برلين. إذن هذه غالبا رسالة اعتذار، سوف نعتذر لإيغين. بيتن زي إيغ فروندين Sie soll im September kommen. Bitten Sie, اطلب من صديقتك. اطلب من صديقتك. Sie soll، يجب عليها، im September kommen. يعني اطلب منها أنه من الأفضل، من الواجب، من الجيد، يعني أن تأتي هي في شهر سبتمبر، في الشهر التاسع. Sie haben am 10.9. Geburtstag. و عندك يوم 19 جيبورتستاغ، عيد الميلاد، يعني أنت ستحتفل بيوم ميلادك يوم 19. إذا نحن سوف نقوم بكتابة رسالة إلى إيغينا التي تريد أن تزورنا في الشهر الثامن. كما لاحظتم، رسالة جميلة، رسالة حلوة. إيغينا تريد أن تزورنا في الشهر الثامن، شهر أغسطس. لكن في الشهر أغسطس، الشهر الثامن، لن نستطيع، يجب أن نعتذر لها. لماذا؟ لأنه في شهر أغسطس wir müssen nach Berlin fahren، يجب علينا أن نسافر إلى برلين. يجب علي أن أسافر مثلا إلى برلين لأن شركتي طلبت مني هذا الشيء. ثاني شيء، يجب أن أطلب منها أن تأتي، على الأفضل أن تأتي في شهر سبتمبر. وثالث شيء، لماذا؟ لأنه أصلا في شهر سبتمبر مثلا سوف أحتفل بيوم ميلادي، بعيد ميلادي. الآن حاولوا كتابة الرسالة، أوقفوا الفيديو واكتبوا الرسالة بأنفسكم، والآن سوف أقوم أنا بتصحيح الرسالة وأعطيكم نموذجا
عن الجواب الذي يمكن أن تكتبوه يوم الاختبار أحبائي. دعونا نبدأ. هذا نموذج لرسالة ليوم الاختبار، يمكنكم الآن أن تروا، وهكذا يمكن كتابة الرسالة. سأقوم بتكبير الخط نموذج قليلا. جميل جدا. في البداية تقول لها ليب إغينا، عزيزتي إغينا. سوف أقرأ عليكم النص. ليب إغينا Du möchtest mich im August besuchen. Das ist natürlich eine gute Idee. Aber leider muss ich nach Berlin fahren. Komm doch lieber im September. Du weißt, am 10. September habe ich Geburtstag. Dann können wir eine große Party machen. Bitte antworte bald. Liebe Grüße, Maro. سأعيد قراءة النص. Liebe Irene, du möchtest mich im August besuchen. Das ist natürlich eine gute Idee. Aber leider muss ich nach Berlin fahren. Komm doch lieber im September. Du weißt, am 10. September habe ich Geburtstag. Denn Können wir eine große Party machen? Bitte antworte bald. Liebe Grüße, Maro. Liebe Irina, عزيزتي إيرينا. Du möchtest mich im August besuchen. أنت ترغبين بزيارتي في شهر أغسطس. دو إما تكتبها كبيرة أو يمكن كتابتها صغيرة. لأنه إذا كانت الفاصلة هنا تكتب دائما أول كلمة صغيرة، لكن إذا كتبها الشخص أيضا كبير بحرف كبير فهو أيضا صحيح ولا يوجد إشكال. إذن Du möchtest mich im August besuchen. أنت ترغبين بزيارتي في شهر أغسطس. Das ist natürlich eine gute Idee. Das ist هذا natürlich بالطبع بكل تأكيد Eine gute Idee. Gute Idee. فكرة جيدة. Idee هي فكرة. إنها فكرة جيدة بأن تزورني في شهر أغسطس. Aber leider muss ich nach Berlin fahren. Aber هي لكن. Leider للأسف. Muss ich يجب علي. nach Berlin fahren يجب علي أن أسافر إلى برلين. Komm doch lieber im September. Komm تعال doch يعني مثل أحسن تعال أحسن lieber أفضل بشكل جميل تعال أحسن يعني أنا أفضل لو تأتي في شهر سبتمبر. Du weißt أنت تعرفي أنت تعرف أنت تعرفي Am 10. September habe ich Geburtstag. في العاشر من سبتمبر habe ich Geburtstag. عندي Geburtstag. Geburtstag يوم الميلاد. عيد الميلاد. Dann können wir eine große Party machen. Dann يعني فرصة بذلك بذلك können wir نستطيع أن نعمل حفلا كبيرا. Party حفلة. حفلة رائعة نعمل حفلة رائعة لو أتيت في شهر سبتمبر. بيتي أنتفوتو بال بيتي من فضلك أنتفوتو جاوبي فعل أنتفوتن بالد عن قريب بسرعة أرجوك أخبريني قريبا. ليب غروس تحيات طيبة تحيات جميلة مارو. وهذا نموذج لرسالة من الرسائل التي يمكن أن تكتبوها أحبائي. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. بقية الدروس وبقية الرسائل لمستوى الآيلتس وباقي المستويات طبعا كلها من الاختبارات أريد أن تكونوا إن شاء الله أقوياء جدا في الاختبار الكتابي والسمعي والشفوي. كل شيء تجدونه على قنواتي في اليوتيوب مارو فيلشو أو تكتب تعلم الألمانية مع مارو، وعلى الفيسبوك طبعا أخبر أصدقائك
أعزائي، اكتب اسم صديق أسفل الفيديو، أعطي لايك وأنشر الفيديو كي تعم الفائدة ونعمل الخير على الجميع. أشكركم أعزائي، إلى اللقاء ومع السلامة، أحبكم في الله. إلى اللقاء أحبائي، مع السلامة.